مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء نيو هيلار. إن شاء الله وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أدعوك عزيزي المشاهد للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فتحاميل نيو هيلار من الأدوية المستعملة في علاج البواسير بنوعيها الداخلية والخارجية، حيث تعد البواسير من أكثر الإصابات التي تسبب آلاما شديدة لأصحابها. وهناك العديد من الوسائل العلاجية التي يصفها الأطباء لعلاج تلك الإصابة، ومنها اللبوس ومراهم المتعددة الأنواع، ومنها نيو هيلار. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على دواعي استعمال تحاميل نيو هيلار، وأيضا الأضرار وإلى ما ذلك، واحتياطات وآلية العمل. فلنبدأ بدواعي استعمال تحاميل نيو هيلار. فيتم استعمالها في معالجة نزيف البواسير والمخثور، تساعد على التخفيف من التورمات التي تنشأ عند إصابة الجلد بالالتهابات. يتم استعمال نيو هيلار في علاج تشققات الشرج الناتجة عن إجراء العمليات الجراحية. كثير من الأطباء يعتبرونه من أكثر الأدوية الطبية المستعملة في معالجة البواسير، فهو يخفف من حدة الأعراض المرافقة لها ويسرع من الشفاء منها. تساعد على تعزيز إنتاج الأنسجة الجديدة، تعالج الالتهابات التي تصيب الأوردة وتعيدها يعني طبيعية كما كانت، تساعد على تقليل الضغط الموجود على فتحة الشرج، أيضا تطهر الجروح الشرجية وتساعد على سرعة التئامها، تمنع تكون البكتيريا والميكروبات بفضل احتوائه على خصائص مطهرة، تقلل من النزيف والحكة الناتجين عن الإصابة بالبواسير. أما بالنسبة لمكونات دواء نيو هيلار، فيعد دواء نيو هيلار من الأدوية الطبيعية التي تتضمن أربع أنواع من النباتات الطبية الخاصة بمعالجة البواسير، وهي زيت لوبين ألبس أو الترمس الأبيض، حيث يتركز في الدواء بنسبة 7.1%، ويعتبر من الزيوت المتطيرة الفعالة في معالجة البواسير بفضل احتوائه على نسبة عالية للغاية من فيتامين E، بالإضافة لنسبة مرتفعين من فيتامين C، مما يزيد من قدرته على تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن تجدد الخلايا وشفاء البشرة بسرعة وزيادة انتعاشها ونضارتها. أيضا يحتوي على الفترية الهندية، وهي تتركز في الدواء بنسبة 7.1%، وهي نوع من المواد الطبيعية التي تنشأ من ناضج المر المستخلص من شجرة الصنوري، وهي تستعمل في الكثير من التركيبات الطبيعية كتركيبة الأيورفيدا في الهند منذ القدم في معالجة مشكلة البواسير بفضل تأثيرها المضاد للالتهاب، والذي يسرع من عملية التئام الجروح والشفاء. أيضا يحتوي على النعناع الفلفلي، وهو يتركز في الدواء بنسبة 5.67%، ويعد من الأعشاب الناعمة التي تستعمل في إنتاج زيت مركز من الأعشاب الخاصة بالنبات والأوراق بالإضافة للأزهار الصغيرة على اختلاف ألوانها، فهو يحد من شدة ألم البواسير ويقلل من حساسية الجلد والرغبة في حك البشرة.
أيضا يحتوي على الألوفيرا، وهو يتركز في الدواء بنسبة 14.2%. ومن المشهور عن الألوفيرا استعماله في تسريع عملية التئام الجرحي وتطهيره بفضل احتوائه على الجبرين والسكروز، مما يقلل من الالتهاب ويضمد الجرح. كما يحتوي نيوهيلار على الصبار الذي يزيد من تولف الكلوكولاجين ويسرع من عملية تجديد خلايا الجلد. أما بالنسبة لأضرار دواء نيوهيلار، فهناك عدة آثار جانبية قد تظهر على المريض عند استخدامه لدواء نيوهيلار، ومن تلك الإعراض نجد ما يلي: قد يشعر المريض بحكة بسيطة داخل فتحة الشرج، وجود التهاب واحمرار في الجلد يعني موضع الإصابة، يمكن أن يشعر المريض بحرقان في منطقة الشرج، الشعور بوخز في يعني منطقة الشرجية. أيضا من الأعراض الجانبية النادرة إصابة الوجه والحلق بتورم وانتفاخ. فهل تحمل نيوهيلار تسبب إسهال؟ إذا سأل الكثير حول مدة مدى تأثير تحمل نيوهيلار على الإصابة بالإسهال، ولكن التحمل لا تسبب الإصابة بالإسهال ولكنها تساعد على تليين الأمعاء فقط. إرشادات حول استخدام نيوهيلار: بعد وضع نيوهيلار على المنطقة المصابة، يجب الحرص على عدم التبرز لمدة لا تقل عن 4 ساعات، وإذا تم التبرز فيجب إعادة وضع الدواء على موضع الإصابة مرة ثانية. إذا كان المريض مصابا بنزيف شديد سواء في الشرج أو المستقيم، فينصح بعدم وضعه للدواء. في حالة الإصابة بأورام سرطانية، يجب إخبار الطبيب المختص قبل استخدام الدواء. لا ينصح باستخدام الدواء إذا كان المريض يعاني من التحسس من أي مادة من المواد الداخلة في تركيبه. لا يجب على المريض وقف استخدام الدواء من تلقاء نفسه، بل يجب استشارة الطبيب أولا. كذلك لا يجب استخدامه مجددا إلا بعد الرجوع للطبيب. فخلال فترة العلاج يجب تجنب تناول المأكولات التي تسبب الإصابة بالإسهال أو الإمساك. أما بالنسبة لحفظ دواء نيوهيلار، فيجب حفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية. أيضا يحفظ الدواء في مكان بعيدا عن الحرارة والرطوبة، ويحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال. أما بالنسبة لسعر تحاميل نيوهيلار، فتباع تحاميل نيوهيلار في الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، حيث تباع العبوة التي تحتوي على 10 تحميلات بسعر 44.65 ريال سعودي. أما مرهم نيوهيلار بحجم 30 غراما فهو يباع بسعر 44.75 ريال سعودي. نحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. إلى هنا أعزائي المشاهدين، قد يكون قد انتهى فيديو اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.